أكيد كل الناس عيونها متجهة إلى الكاميرون، سواء علشان مباراة منتخبنا الوطني يوم الأربعاء القادم أمام منتخب كوت ديفوار في دور ال 16، أو كمان النهاردة الساعة 4:30 انطلاقة القرعة الخاصة بالعشر منتخبات، سواء تصنيف أول أو تصنيف ثاني في مباراتين حاسمتين للتأهل بإذن الله إلى كأس العالم قطر 2022. أكيد في حديث مطول على المستوى الفني وعلى مستوى التوقعات، سواء من أول البطولة لمنتخبنا أو المنتخبات الأخرى. بجانب ده كمان بنتكلم على يعني كل الأحوال الكروية حتى لو على المستوى المحلي. الكابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين، بينضم إلينا. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. صباح الفل عليك، أهلا بحضرتك. صباح الفل على يحيى، وصباح الفل على كل مشاهدينكم ومتابعين الكرام. كابتن مصر صباح الفل عليك، ووحشنا جدا، بقالي كتير ما شفتكش يا كابتن والله. صباح الفل يا احنا، اتبسطت ان انا معاك طبعا حبيبي والله. نهان ربنا يخليك، وانت وحشنا اكتر ودايما متالق كده حبيبي يا كابتن. ده شرف ليا ووجودك معانا والله. ويعني خلينا نبتدي كده سريعا، ومباراه منتخبنا والحاله اللي بيعيشها الشارع المصري دلوقتي، ورايك. هبتدي اتكلم معاك قبل ما اتكلم فنيات عن الدعم اللي المفروض يكون موجود دلوقتي لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني، راي حضرتك فيه ايه؟ والله احنا دايما تعرف الشارع المصري الرياضي بصفه خاصه دايما بيبقى فيه دعم يعني ملوش حدود للمنتخبات والانديه، حتى كمان على المستوى المحلي. لكن طبعا دعم المنتخب انت عارف، احنا من ايام كوبر واحنا بنقعد ندعي من قلوبنا، وياما يعني كانت ناس هيحصل لها حاجه من ايام كوبر، ولسه عايشين نفس الحاله بصراحه. الشارع الكروي كله طبعا مستاء جدا من الاداء الفني، لكن احنا ما نملكش اي حاجه بصفتنا مشجعين، يعني غير ان احنا بندعم المنتخب وبندعي له من قلوبنا عشان عايزين نوصل معاه لابعد المستويات. طيب يا كابتن، يعني لو هنتكلم فنيا، طول الوقت طبعا من اول البطوله وحتى من بطوله كاس العرب كان في انتقادات على المستوى الفني وفي اطار مهني بتكون موجهه لاداره المباريات من قبل مستر كارلوس كيروش في مباراه. خلاص بنتكلم ان هي مش في بطوله وديه زي كاس العرب، مش في دور مجموعات، هي مباراه مش هتكون بتتقسم على اثنين، منتخب كوت ديفوار ومتابعتك ليه في دور المجموعات، ومنتخبنا الوطني ومتابعتك ليه ايضا، ايه اللي محتاجينه على المستوى الفني في اللقاء ده؟ احنا محتاجين على المستوى الشخصي والمستوى الفردي من لعيبه منتخب مصر، مش محتاجين على المستوى الفني للاسف، يعني لان المستوى الفني مش هيقدم لنا احسن حاجه باللي احنا شفناه قبل كده في بطوله العرب وفي بطوله كاس الامم. بصراحه المستوى الفني متدني جدا جدا، ده راي الناس كلها يعني، وللاسف كنا نفسنا نقول الكلام احسن من كده، او كنا نفسنا نطمن الناس فنيا، لكن طبعا الناس بتبقى فاهمه كل حاجه دلوقتي، ما ينفعش ان احنا نتكلم عليها او نتكلم على المستوى غير اللي هم شايفينه. فالمستوى الفني متدني جدا جدا لابعد الحدود، حتى على المستوى التبديلات اللي هو اسهل حاجه بالنسبه للمدرب. فانا بتكلم على المستوى الفردي والمستوى الشخصي للعيبه منتخب مصر، هم هيتحملوا مسؤوليه وهم اللي هيقدروا يديروا المباراه. للاسف الشديد انا بتكلم بواقعيه جدا، مباراه كوت ديفوار مباراه صعبه قوي، منتخب مرعب بكل المقاييس. شفنا عمل ايه في منتخب الجزائر، مع ان منتخب الجزائر كان ممكن يوصل ان هو يتعادل في النتيجه، لكن كان خلاص كان كوت ديفوار ضمنوا النتيجه، فبداوا يبقى عندهم اريحيه في اللعب. لكن منتخب مرعب قوي، ومنتخب بيقدم مستويات عاليه قوي من الكوره، عندهم لعيبه متميزه جدا جدا دفاعيا وهجوميا، عندهم سيطرة كاملة على الملعب كله. هيبقى الماتش صعب قوي قوي على المنتخب المصري، عشان كده بتكلم على المستوى الشخصي بقيادة صلاح، وازاي يقدر يدافع على اللعيبة، وازاي اللعيبة تقدر تشجع بعض، وازاي ان احنا نظهر بالمعدن بتاعنا المصري اللي هو دايما بيظهر في وقت الازمات. هو للاسف مفيش قدامنا اختيارات غير كده. كابتن عبد الحميد، طب خلينا نتكلم فنيات عن يمكن بعض اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر وبعد ثلاث ماتشات، وهتكلم في نقطة الأول لسه كنت بتكلم فيها يمكن أنا ومريهان، وهي عودة فتوح مرة تانية لمنتخب مصر بعد الإصابة، وهتكلم مين الأنسب لمباراة كوت ديفوار. أيمن أشرف بواجباته الدفاعية والحقيقة بالأداء الرجولي اللي بيأديه أيمن، ولا فتوح اللي ممكن يكون موجود في مباراة كوت ديفوار من وجهة نظرك؟ والله سؤال صعب جدا. هو فتوح بيمتاز بالشق الهجومي اكتر من ايمن اشرف. صحيح ايمن اشرف بيتميز بالشق الدفاعي والتغطيه العكسيه،
فكل لعيب عنده مميزات. هنرجع نتكلم هل المدرب محتاج ايه، بس بصراحه انا بصراحه كنت اتكلمت قبل كده بعد ما شفت محمد بعد ما شفت مصطفى محمد جناح مصطفى السترايكر بتاع منتخب مصر. لما شفته جناح انا بصراحه يعني رؤيتي الفنيه لكروش وقعت قوي. فنتكلم على المستوى الفني، هل هو محتاج ايمن اشرف؟ هل هو محتاج فتوح؟ هل هو يلعب بخطه ايه اصلا؟ هل هو محتاج ان هو يهاجم؟ محتاج ان هو يامن دفاعيا قوي؟ فالموضوع صعب، موضوع صعب جدا ان انا اختار فتوح وايمن اشرف، لان اتكلم من وجهه نظر انا الفنيه طبعا انا ما لناش اي دخل فيها خالص. فالموضوع في ايد للاسف في ايد كروش، هو يشوف هيدير الماتش ازاي، هل هو يبقى هيحتاج ان هو يعمل حاله دفاعيه، هيحتاج ان هو يشغل اطراف، هيحتاج ان هو يشغل كروسات. فالموضوع اصلا فيه كلام كتير جدا، لكن سؤال طبعا سؤال مهم قوي هيلعب فتوح ولا هيلعب ايمن اشرف؟ طبعا الموضوع هو في الاول رؤيتك انت يا كابتن عبد الحميد، لو انت اللي في ايدك القرار، يعني رؤيتك انت الفنيه. لو سالتني انا هختار فتوح، اختار فتوح، لان انا لو دفعت مهما دفعت على منتخب بيملك كل الاسلحه الهجوميه دي، وان انا عملت دفاع بقى من عندي من نص ملعبي، او عملت دفاع من 18 او ايا كان الحاله الدفاعيه اللي هلعبها، هستقبل اجوان. فلازم يبقى عندي حاله هجوميه، او عندي اطراف بتهاجم بتعرف تهاجم كويس قوي. ممكن استخدم ايمن اشرف، ممكن استخدمه كمساك. ايمن اشرف متميز جدا وحافظ قوي المكان ده كمان بيلعبها. فلكن انا اختار فتوح بصراحه. طب خليني اسالك يا كابتن عن نقطه حضرتك ذكرتها في وسط الكلام متعلقه بمصطفى محمد واختيار مستر كارلوس كيروش ليه. فهل حضرتك حاسس انه في الموقف ده محمد شريف هو اللي يستحق ايه النقطه اللي انت ممكن تكون بتاخدها على مستر كارلوس كيروش للدفع بمصطفى محمد كسترايكر صريح؟ لا، انا مش باخد عليه نقطه الدفع باللعيبه، انا باخد عليه نقطه توظيف اللعيبه، باخد عليه نقطه تبديلات اللعيبه، باخد عليه نقطه ان احنا مش منظمين خالص في الملعب، مش مالناش سيستم لعب، مش عارفين احنا بنلعب بشكل هجومي ولا شكل دفاعي. حتى تقييمنا كمان ايام البطوله العربيه وبطوله العرب ما كناش بيعرفوا يقيمونا احنا بنلعب باي شكل، او بنلعب باي خطه، او بنلعب باي طريقه. فالموضوع صعب، احنا بنلعب منتخب السودان اللي هو اضعف المنتخبات، مع احترامي الكبير جدا طبعا المنتخب السوداني، لكن هو كان ضعيف جدا في النسخه اللي ظهر بيها في كاس الامم الافريقيه، في ظل كمان التجديد اللي هو عامله في عناصر اللعيبه. بنلعب مفيش اي حاجه خالص بنلعبها، وفي نفس الوقت عمل علينا خطوره، ما كانش عندها رقم 6 اللي هو الستة اللي هو بيقفل العمق الدفاعي بتاعك، او ايا كان رقم 6، ما كانش عندنا 6 خالص. فلما المنتخب السوداني يروح علينا بهجمات من نص الملعب، من عمق الملعب بتاعنا، طبعا الموضوع هيبقى صعب قوي مع منتخب كوت ديفوار. فباخد عليه النقط دي، لكن اختياراته اللعيبه اختيارات موفقه بشكل كبير قوي. توظيف لكن بقى. توظيفه اللعيبه وانتقائه للعيبه في الاماكن اللي المفروض نلعب بيها في الملعب، توظيف تبديلات. يعني لما مصطفى محمد سترايكر، بس سترايكر في ال 18 بس، بيلعب بدماغه، شويت قوي، ممكن يعمل سند للعيبه. لما طلعه بره ال 18 مش ممكن، لما اطلع ناس بتعمل كورسات ومصطفى محمد موجود مش ممكن. لا، وينزل احمد سيد زيزو ويطلع مصطفى في نفس الوقت، فهو كده الكروسات ما بقاش فيه استفاده منها جوه البوكس. بالظبط. لكن مصطفى لعيب مميز قوي، سترايكر هايل، ولعيب يفيد اي فريق. نفس الكلام محمد شريف، هختار ان انا هشتغل كروسات، ولا اختار ان انا عايز لعيب جراي، عايز لعيب بينزل يشغل الملعب، عايز لعيب بينزل يسند، عايز لعيب بيطلع على الاطراف، هيبقى شريف. عايز لعيب في ال 18، لعيب خطاف بدماغه وشوط، هيبقى مصطفى محمد. كابتن عبد الحميد، تقدر يعني تقول التغييرات، بتتكلم على جزئيه التغييرات، الراجل ما بيبقاش قاري الماتش بشكل كافي ان يخليه يغير تغييرات؟ يعني انا ما شفتش تغييره قلبت الموازين زي ما بيقولوا. هل ما فيش حديث ما بين الراجل وما بين كابتن ضياء وكابتن شوقي والجهاز الفني المعاون ليه في حتة التغييرات، ان احنا نشوف تغييرات لمنتخب مصر بتنزل تقلب المباراة؟ هو طبعا كلامك صح يحيى بنسبة 100%، لكن انا ما اعرفش الحديث الداير ايه. وانت بتتكلم في كابتن ضياء السيد، اسم كبير قوي، بتتكلم في محمد طبعا شوقي، يعني صنايعي كورة اصلا، طبعا صنايعي كورة. فطبعا اكيد لو هو اكيد يعني الواضح او اللي احنا ممكن نفهمه، اكيد لو في حديث داير اكيد ما كانش هيبقى شكل المنتخب كده، اكيد ما كانش هتبقى تبديلاتنا كده.
فاعتقد ان في استقلاليه بالراي، في عدم يعني عدم حوار بين الجهاز الفني اعتقد كده. احنا ممكن نرجع مره تانية قبل ما نختم مع حضرتك ناخد تصريح سريع ليه علاقه بمنتخب مصر، ولكن برضه حابين نتكلم على النادي الاهلي. وامبارح كنا بنتابع مباراه في كاس الرابطه للنادي الاهلي امام المقاولين العرب. النادي الاهلي من بدايه البطوله وهو يعني بيلعب بالناشئين وبيدي فرصه موسماني للاعيبه دول، فظاهر النادي الاهلي اكيد مش بقوامه الاساسي ولكن ليه هويه. يعني كل التحيه والتقدير للكابتن خالد بيبو المسؤول عن قطاع الناشئين، ان هو اللعيبه عندهم الشخصيه دي داخل الملعب، هما بيلعبوا مع لعيبه كبار اصحاب خبرات اكتر منهم. وامبارح كمان هويه النادي الاهلي ظهرت في الزائد يعني 90 بلس لما قدروا يحصدوا 3 نقاط في الوقت بدل الضايع. تقييم حضرتك للناشئين ومتوقع ايه دورهم ممكن يكون مع النادي الاهلي بعد كده؟ هو خليني بس، احنا الماتش طلع درو امبارح، هو الجول اتلغى في الاخر. بس المحاولات والدفع طول الوقت ان انت تكون بتوصل وبتسجل. لكن بص، هو موضوع الدفع بالناشئين انا شايف ان هو موضوع ظالم جدا. ممكن اكون رايي مختلف عن الناس، لكن انا شايف ان هو موضوع ظالم جدا، يعني لان انا المفروض ان انا بدعم بالناشئين مش بدفع بيهم كلهم. صح. في بطوله جديده، بطوله في ناس كتير قوي طمعانه فيها. كمان الدفع بمحمد محمود والدفع بحسام واللعيبه اللي ما كانتش بتلعب لما اديهم ضغط مباريات جامد جدا اكيد هيبقى فيه اصابات، وده اللي حصل فعلا، فكان لازم الحاجات دي تبقى في محل الاعتبار. فشايف الموضوع الدار من وجهه نظر يعني الدار مش صح، فكان في ظلم كبير للناشئين بصراحه. لكن ظهروا، انا قلت الاهلي مميز قوي في ان هو بيظهر في اي وقت في اي مكان باي حد، لكن ان انا ادي للناشئين عشان اطلع منهم احسن حاجه ما كانش دي الفرصه ان انا ممكن اعمل كده. كان ممكن اطعم باللعيبه، كان ممكن اشغل اللعيبه الكبار معاهم 3-4 ناشئين او 3 ناشئين عشان حتى الولاد يقدروا يتسندوا على حد. لكن ما كانوش احسن حاجه بصراحه في الشكل الفني الكامل، ما كانوش احسن حاجه ان هم يطلعوا كامل امكانياتهم، لان هم عايزين حد يتسندوا عليه، حد طبعًا. زي ما كلنا مرينا بالتجربه والناس مرت بالتجربه دي. فبصراحه انا ما كنتش شايف مش شايف الموضوع بزوال الفنية اللي شافها موسيماني. طب كابتن عبد الحميد، يعني خلينا أسألك عن موسيماني، ويمكن موسيماني دايما في التصريحات بتاعته بيثير شوية للجدل سواء إعلاميا أو حتى مع الجمهور. شايف تصريحات مستر موسيماني بشكل عام عاملة إزاي؟ وهل موسيماني عنده مشكلة أو لا يجيد التعامل مع الزملاء الصحفيين أو الإعلاميين اللي بيتم النقاش معاهم؟ لا، هو موسيماني عمل حاجه خارجه عن اطار النادي الاهلي وثقافته ومبادئه وكل حاجه. في خطوط حمراء كده في النادي الاهلي. هو موسيماني راح كمان للخطوط الغامقه الخالص. ان صحيح. هو يعني عمرنا ما شفناها بصراحه، عمرنا صح. ما شفناها. وموسيماني لازم يفهم ان 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 في ناس معينه معدوده على الصوابع اللي هي ممكن تتسند على الجماهير، معدودين على الصوابع الايد الواحده، مش على حتى مش 10 صوابع. فهو موسيماني ما وصلش لقلوب الجماهير النادي الاهلي عشان يطلب منهم الكلام اللي قاله امبارح ده. ما ينفعش اي مدير فني، انا اعتقد دي اول مره بصراحه اسمعها من اي مدير فني للنادي الاهلي او حتى اي لعيب، ان هو طلع دار الحديث اللي بيحصل في الغرف المغلقه بينه وبين الاداره كمدير فني يترأس الجهاز الفني. ده منصب كبير قوي في النادي الاهلي اي حد يتمناه، ودار حديث على العموم، ودار حديث على الملأ، دار حديث امام الصحفيين بدون اي سبب بصراحه. ما شفتش يعني السؤال اللي هو كان يعني ضغطوا عليه قوي عشان يقول الكلام ده. حتى لو اتضغط عليه، فموسيماني لازم يفهم إن اي مدرب ممكن ياخد بطولات مع النادي الاهلي، ان اي مدرب ممكن يعمل انجازات مع النادي الاهلي، لكن مش اي مدرب يوصل لقلوب الاهلاويه، مش اي شخص يوصل لقلوب الاهلاويه. طب مش يعني اي نجم يوصل لقلوب الاهلاويه. بما ان حضرتك واحد بيبو من عز ازماته نجوم النادي الاهلي، ما قالش للجماهير يعني اقفوا معايا واقفوا جنبي. وحضرتك ممكن تنقل لنا اكتر يعني اتفضلي.
قصة انه موسيماني ممكن يكون بيتعامل برياحية جدا مع جمهور النادي الاهلي، هو واضح ان عنده ثقة كبيرة في حب جماهير النادي الاهلي ليه، وكمان عنده ثقة في الانجازات اللي هو مثلا من بطولات حققها مع النادي الاهلي، ولكن هل حضرتك حاسس انه ممكن يكون موسيماني مش هو الافضل في التوقيت الحالي؟ ممكن يكون النادي الاهلي يستغنى عن خدماته كمدير فني، ولا هو يستحق ان يكون في تجديد لعقده بغض النظر عن البنود اللي يتم الاتفاق عليها مع المجلس؟ دي قصة تانية خالص فعلا ممكن لازم تكون في داخل الغرف المغلقة. لا 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 لا، هو الحديث اللي دار كله ما ينفعش ان هو يطلع على وسائل الاعلام، او ما ينفعش هو يطلع اصلا على الملأ. انا بتكلم في موقف، بتكلم في منصب كبير جدا في النادي الاهلي اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي اللي هو احسن نادي في افريقيا والوطن العربي، ان هو يطلع يتكلم كده غير مقبول تماما، واعتقد انه يكون في رد فعل قوي من مجلس اداره النادي الاهلي، وممكن يوصل لطريق مسدود كمان، الا لو موسيماني طلع اعتذر عن الكلام وقبل اعتذار النادي الاهلي، واعتقد كمان ان الموضوع صعب. فحته ان هو يجدد او ما يجددش او يستنى او ما يستناش، اعتقد ان دي بتبقى وجهه نظر اداريه بحته لمجلس اداره النادي الاهلي. لكن وجهه نظر انا، مع ان انا ضد الشغل الفني بنسبه 100% الموسيماني، لكن انا لازم يدوله الفرصه، لان الراجل بياخد بطولات. بس قبل امبارح وكنت طلعت انا في مقابله تلفزيونيه قبل كده وقلت لا، لازم ياخد الفرصه تاني، والراجل بيجيب بطولات وحقق التارجت، احنا بنتكلم على المستوى الفني، عايزين احسن حاجه عشان ناخد بطولات. فالراجل بيجيب بطولات فيستنى، حتى لو بياخد بطولات عنده نسبه حظ كبيره، فبرضه يفضل مكمل لغايه لما يعني خلاص يجيب اخره. لكن قبل امبارح، بعد امبارح بصراحه لا، انا كلامي اتغير خالص بصراحه. المستوى اللي اتكلم بيه موسيماني صعب جدا ان هو يتكلم بيه في النادي الاهلي، واكيد هو عارف. ما ينفعش حتى نطلع كمان نلتمس له العذر ان هو ما يعرفش سياده النادي الاهلي، لان ده هيبقى كمان صعب جدا ان احنا نقول عذر زي كده، لان كمان اكيد هو عارف، مش الراجل مش جديد على النادي الاهلي، معاه قيمه كبيره جدا زي سيد عبد الحفيظ، اكيد هو معرفه، يعني متحدث لبق جدا، وبيعرف يتكلم ازاي وبيعرف يتكلم امتى، اكيد هو معرفه كل حاجه، ويتكلم امتى ويتكلم ازاي. لكن هو بصراحه تعدى كل الخطوط الحمراء امبارح. بنشكرك يا كابتن عبد الحميد، والحقيقه نورتني ونورتنا طبعا هنا في اون تايم سبورتس، والحقيقه الحديث معاك ممتع، ودايما كده تكون موجود معانا ودايما منورنا ودايما متالق، وان شاء الله اشوفك قريب يا كابتن عبد الحميد. بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. الكابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي. وشكرا يا مريان، ربنا يخليك. بنشكرك شكرا جزيلا.